السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 18 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن باب ذكر الرضا بالمعصية، وشرحنا آنذاك المقصود بالرضا بالمعصية، وأن الرضا قبول الشيء وعدم النفور منه، وهو ضد الكراهية الذي هو النفور من الشيء وعدم قبوله. والرضا بالمعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وقد بينا آنذاك الأدلة الدالة على ذلك، وأن الرضا بالمعصية من صفات المنافقين، وأن كراهية المعصية من صفات المؤمنين، وأن أصل كراهية المعصية الإنكار بالقلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المذكور في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الصحيحين، والذي جاء فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا هو الإنكار بالقلب، ضده الرضا بالمعصية. فمن ينكر بقلبه ويضيق بصدره ويضيق في صدره رؤية ذلك المنكر فهو المؤمن، ومن يرضى بالمعصية ويستسيغ وجودها وانتشارها فهو المنافق، وهو الواقع في الكبيرة من كبائر الذنوب. وبينا آنذاك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. اليوم معنا باب آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أمر مشابه لهذا، قال: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. ما الفرق بين الرضا بالمعصية وبين تمني المعصية؟ الرضا بالمعصية يحصل أثناء فعل المعصية وبعدها، يحصل أثناء فعل المعصية وبعدها، وأما تمني المعصية فهو يحصل قبل فعل المعصية، وكلاهما من كبائر الذنوب، وسيأتي بيان ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مرفوعا سبق وأن بينا لكم ذلك، أن مرفوعا المقصود أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن موقوفا من قول الصحابة، نعم، وأن مقطوعا من قول من بعدهم التابعين فمن بعدهم. فقوله مرفوعا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل هذه الأمة مثل أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الوزر سواء. والحديث أخرجه الترمذي وصححه. يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كبيرة من كبائر الذنوب خطيرة ومنتشرة، وهي تمني المعصية. وقبل ذكر حالات تمني المعصية سنبين بعض ما في هذه الأحاديث،
إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث فيه أن كلا الرجلين جزاؤهما واحد، أنهما في النار، أنهما في النار، لكون الأول كان قاتلا ولكون الثاني كان حريصا على قتل صاحبه، فكان الجزاء واحدا. وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الآخر الذي قال: إنما مثل الدنيا مثل أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، لا يعمل عن جهل، ينفق ماله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ويخرج من ماله ما أوجبه الله عليه من زكاة ونفقة على العيال والزوجة وصلة للرحم وغير ذلك، وهو يعلم كيف يدخر ماله أو يتاجر به على الوجه الشرعي الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل في ماله بعلمه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء. آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لكنه نوى إن آتاه الله مالا أو لو كان عنده مالا أن يعمل فيه بمثل ما عمل فيه الأول صاحب المال الذي عمل فيه بعلمه، فهذا وذاك في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه، لأنه لا يعرف كيف يأتي بالمال من الوجه الشرعي، ولا يعرف كيف يتصرف بالمال على الوجه الشرعي، ولا يعرف ما هي الأوجه الشرعية الواجب عليه إخراج ماله فيها فينفق من ماله لأجلها، فهو يجهل ذلك كله، وبالتالي فإنه يقع في الوزر بلا شك، يخبط في ماله لا يدري ما له مما عليه. هذا هو الرجل الثالث. والرابع: رجل آتاه لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الوزر سواء. والحديث أخرجه الترمذي. وهذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا عظيم منزلة العلم، يبين لنا عظيم منزلة العلم. إذ الرجل الأول صاحب المال الذي أنفق ماله في رضا الله تبارك وتعالى، وأنفقه على العلم الذي لديه، حاز على الأجر، أليس كذلك؟ والرجل الثاني الذي لديه علم وليس لديه مال، هل فقد من أجر صاحب المال شيء؟ لا. قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، فأصبح فيه مثل أجره، أليس كذلك؟ الأول صاحب مال وعلم، فهو ينفق من ماله بعلمه ويتصرف في ماله بعلمه، والثاني صاحب علم لكنه ليس صاحب مال، لكنه لأنه عالم قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، فهما في الأجر سواء. لكن انظر إلى الثالث والرابع، انظر إلى الثالث والرابع. الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله فيقع في إيش؟ في الوزر. لكن الرابع آتاه الله لم يؤته الله لا مالا ولا علما، لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان، ما قال لو أن لي مثل علم فلان، قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، فهما بنيته، فهما في الوزر سواء، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. طيب ليش ما جاب صنف خامس وقال: رجل آتاه الله، رجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فهو ينوي السوء؟ لأن العالم لا ينوي مثل هذه النية، لأن العالم لا ينوي مثل هذه النية، وبالتالي كان أصحاب العلم يحصلون على أعظم الأجور وإن كانت ليست لديهم أموال، فقد يحصلون على أجر صاحب المال دون أن يكون عندهم مال، بنيتهم، بعلمهم، لأنهم يعرفون ذلك. وأهل العلم عروشهم في قلوبهم، يجلسون على هذه العروش التي هي العلم، وهذه العروش لا تفنى ولا تبيد، وأينما ينتقلون فإن عروشهم معهم، بخلاف السلاطين وأصحاب الأموال،
فإن عروشهم أموالهم وملكهم، يزول هذا فتزول دنيتهم دنياهم، يزول ملكهم يزول مالهم، أما أهل العلم لا، يظلون على هذه العروش سائر حياتهم. هذا الحديث أيها الإخوة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن متمني المعصية وفاعلها لهما ذات الوزر، لهما ذات الوزر. لقائل أن يقول، لقائل أن يقول أين ذهب حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فعملها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده إيش؟ حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. ما الجواب عن هذا الحديث؟ يعني ذكرنا نحن في هذا الباب أن متمني المعصية وفاعلها لهما ذات الوزر، أليس كذلك؟ ما الجواب عن هذا الحديث إذن؟ أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة يجازيه لأنه لم يعملها. الجواب عن ذلك أن من هم بسيئة فلم يعملها له 4 حالات وليس حال واحدة، فتارك فعل السيئة بعد الهم بها له 4 حالات. الحال الأولى أن يكون هم بها ثم تركها لله، فهذا تكتب له حسنة كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحال الثانية من هم بسيئة فلم يعملها لا لله ولكن لعدم شغف نفسه بها، لا لله ولكن لعدم شغف نفسه بها، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، هذا لا يثاب ولا يعاقب. والحال الثالثة أن يترك المعصية لعجزه عن فعلها، لعجزه عن فعلها لكنه لا يفعل السبب. مثلا إنسان يتمنى أن يشرب الخمر، هم بشرب الخمر، تمنى شرب الخمر. إنسان تمنى الزنا لكنه ما ذهب واكتسب المال واشترى الخمر، وما ذهب يبحث عن نساء لكي يزني، وما ذهب إلى أماكن الفساد، هذا هم بسيئة فلم يعملها ولم يفعل السبب، ليس لأن نفسه لم تشغف بتلك المعصية بل أنه يريد تلك المعصية، لكنه لم يفعلها لأن لم يفعلها عجزا عنها ولم يفعل كذلك السبب، فهذا يأثم على نيته، هذا يأثم على نيته. وهذا الذي فيه حديث أبي كبشة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الوزر سواء. وجاء في رواية أخرى: فهو بنيته، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يترك المعصية لعجزه عن فعله، عفوا، لعجزه عن فعلها لكن مع فعل السبب، لكن مع فعل السبب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. وهذا دليله حديث أبي بكر الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. ليش؟ لأنه هم بالسيئة وفعل سببها، نتكلم حنا في المقتول، وفعل سببها لكنه لم يستطع أن يقتل ذلك القاتل قبل أن يقتله، فكان كلاهما في النار. إذن أصبح لدينا كم حالة؟ 4 حالات لمن هم بالسيئة فلم يعملها. الحال الأولى أن يهم بالسيئة فيتركها لله، فهذا يكتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها لعدم شغف نفسه بها، فلا يتركها لله ولا يفعلها،
فهذا لا يثاب ولا يعاقب. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة فيتركها عجزا عنها دون فعل السبب، دون فعل السبب، فهذا يأثم على نيته، يأثم على نيته. الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم يتركها عجزا عنها لكن مع فعل السبب، فهذا يأثم إثم الفاعل تماما، لحديث أبي بكرة إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار. إذن إذا علمنا ذلك أيها الإخوة وعرفنا أن الهم بالسيئة، الهم بالسيئة يجازى الإنسان عليه، عليك أن تحذر من ذلك، عليك أن تحذر من أن تتمنى المعصية ثم يكتب عليك وزرها وأنت لم تعملها. ومما يجدر التنبيه إليه أيها الإخوة أن الهم بالمعاصي، الهم بالمعاصي وتمنيها سبب لكثير من الهموم التي تقع على الناس اليوم. والجزاء أيها الإخوة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز جزاء وفاقا، ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا الحديث أخرجه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه الله بها في بيته، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أنفق، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. هذه كلها دلالة على أن الجزاء من جنس العمل. طيب لقائل أن يقول ما الذنوب التي سببها الهموم؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الناس انتشرت بينهم الهموم كثيرا. طيب ما الذنوب التي سببها الهموم؟ الذنوب التي سببها الهموم الهم بالمعصية، الهم بالمعصية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى فالذنوب لها عقوبات، السر بالسر اللي في القلب في القلب، والعلانية بالعلانية. تهم بالمعصية تعاقب على ذلك بالهموم التي تقع عليك اليوم. ولذلك أورد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند كلامه في هذا الموضع قال ولذا يروى عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه أنه قال أو أنه سئل عن غم لا يعرف سببه فقال هي ذنوب هممت بها في سرك فجازاك الله عليها همّا بهم. هي هموم هممت بها في نفسك لكنك ما فعلتها فجازاك الله عليها همّا بهم. إذن لو تتأمل حالك اليوم أيها الأخ المسلم كيف كم مرة عفوا كم مرة نظرت إلى الفاسقين فأعجبك مظهرهم، كم مرة نظرت إلى أفعالهم فهمت نفسك أن تفعل مثلهم لكنك عجزت، ما معك المال، ما أنت في ذلك المكان، عجزت عن الذهاب إليهم، ما تعرفت على الفاسقين لتفعل فعلهم، وأنت تستغرب بعد ذلك ما سبب همومك. هذه هي سبب همومك، أنك تنظر إلى الفاسقين والأفعال الفاسقة والمعاصي والذنوب وتتمنى نفسك أن تكون مثلهم. إذا تركتها لله أثبت عليها، لكن إذا ما تركتها لله تركتها عجزا لعدم شغف نفسك بها، تركتها عجزا مع فعل السبب، هذا عظيم وخطير، وهذا كله هو الذي يوقع في قلبك الهم الذي تعيشه في هذه الذي يعيشه الناس في هذه الأيام والله المستعان. إذن عليك أن تتنبه لذلك أيها الأخ المسلم، واعلموا أيها الإخوة أن من تهم نفسه بالمعصية ويتركها لله أجره عظيم. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك ينبغي على المسلم كلما رأى كلما يرى معصية أن يتذكر الله تبارك وتعالى ومراقبة الله له. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كل ما تذكرت هذا الأمر وتذكرت مراقبة الله تبارك وتعالى لك وتركت المعاصي لله كلما تطهر قلبك واقتربت من الله أكثر. من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن عرفت الآن أيها الأخ المسلم ما هي الحالات التي تكون معصية، وما هي الحال التي إن تركت فيها المعصية أثابك الله عليها. وهنا سؤال مهم جدا، إن أجبتم عليه بشكل سريع ولا أجلناه إلى الدرس القادم، ما هو الهم
ما هو نوع الهم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ ما هو النوع، نوع الهم هنا؟ نحن ذكرنا أن الهم أربع حالات، طيب ما نوع هذا الهم؟ من أي حالة؟ الأولى ولا الثانية والثالثة ولا الرابعة؟ الأولى الثانية الثالثة الثالثة الأولى. لماذا الأولى؟ لأنه تركها لله. نعم، لأن الله قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فتركها لأجل الله، فكان من الحال الأولى ولقد همت به وهم بها. هذا الهم اختلف فيه أهل العلم ما هو، ما هو هذا الهم؟ وكثير من أهل العلم تكلم في هذا الهم بما يناسب مقام يوسف صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن يوسف صلى الله عليه وسلم هم بالمرأة أن يفتعل أن يفعل بها، لكنه حينما رأى برهان ربه الذي هو الخشية والخوف عاد ولم يفعل ذلك، فكان من الهم الأول الذي إن تركه صاحبه جزي عليه بحسنة. ولا يقال أن يوسف صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقال في مثله مثل هذا القول، لأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في كتابه العزيز أطباعا بشرية تقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد وقعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل عبس وتولى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وغير ذلك من الأطباع مثل سليمان صلى الله عليه وسلم فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ومثل وهذا من أعظم ما ذكره الله تبارك وتعالى من أطباع من الأطباع البشرية في مقام الأنبياء، مثل ما فعل موسى صلى الله عليه وسلم حينما ألقى الألواح اللي كان فيها إيش؟ التوراة، التوراة، حينما قال الله تبارك وتعالى عنه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح من الغضب، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وبعدين ماذا قال الله عز وجل؟ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، عفوا ألقى الألواح ثم وأخذ برأس أخيه يجره إليه، والآية الأخرى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن هذه أطباع بشرية، ووقع ليوسف صلى الله عليه وسلم مثل هذا الهم، لكنه رأى برهان ربه فترك ذلك، فأثابه الله بذلك بأنه كان من المخلصين، وقرئ من المخلصين ومن المخلصين، وإنما كان من المخلصين لأنه كان من المخلصين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.